أطيا أطيا، ما هو بقول لك أطيا، ما بقول لك أهو، بص مش شايفه يعني يا ده هات الجنيه اللي أنت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه أعمى أعمى، أنا هوديه للمغربي. هات الجنيه مغربي بلد. هات، أنت طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها، هو كفايه عليك ده، خد روح بجنيه اهو. اذا احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرايب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت لوده لوده لوده، ما همتش برضو على النوجة. يا جرى علي، لحظة طبع راسك عم بقول زي ليه؟ طلع كده أصدومة. أيوة أخ أصدومة. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أصدومة؟ أنا اللي أصدومة. أنا أنت إيه في الفرامل والدربليات؟ 100 100 يا باشا، من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل 100 100 وباللوست كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بدارك، وقفنا اهو. واضرب فرامل ودربلياش في الحتة دي. في الحتة دي. هي دي التجربة يعني؟ اه. ماشي، أنا جاي لك أهو الوقت. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايز تزحف الزحف اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براءة بإذن الله. نمر نمر، الله يخرب بيتك، اتأخرت كده ليه؟ أنا دكتور أستاذ والله، عشان ألاقي محامي بس يجي يترافع عن القضية ويأجلها. مفيش. نهار أسود على الليلة السودة. أنت وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دوخت، انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع. بيتك؟ انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ايدك وتترافع، ولا الحاجه المحامين دول خالص. ولان وشك كده؟ ماله؟ انت جايب بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ده. انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد المدين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. طيب يعني المحامي يا افندي؟ المحامي في الكابينيه. ليه؟ في الكابينيه، يعني هو في الكابينيه وجاي. براءة بإذن الله إن شاء الله. براءة، أبص إيدك شوف شكله عامل إزاي. ده مش بعيد يحطنا إحنا الاتنين في مشترك ويغتصبنا دفعة واحدة. افندي بقولك يا متر، ما تقوم تترافع أنت أدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سونور سنتريسي. ندعو على القضية. ايوه حاضر، ما انا عارف. ندعو على القضية. والمصحف سمعت. خلصت العظم. والنبي سمعت. اما قمت تترافع. ما يخرب بيت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات السادة المستغربين. انا احمد الحاجب. ارجو ان تتسع ساحة المحكمة لكي اخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف، هتجري يا اشرف. ابويا ابويا، اجري يا اشرف. الله يخليك. 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 احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام. يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا. طب ايه؟ عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟
أبخ أنا جابت أبخ وش بقى وش بقى مزهدناهاش أول كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانة دي بقى عاملة ايه؟ كويس لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس عدس؟ اه والله العظيم عدس؟ صدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجة؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تدخلوا الناس بقى لا يا ابو الحاجه فيكم عاملين له زف انت بتدرس الزبالين ولا ايه معلش خلاص حقك علي ده في رب ثلاث ودان قاعد ده انا الشيف ورو شكله محل فعلا شكله محل ربنا كان وجهك كده اما تبقى بطنك كده مبقليله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يبلع لنا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا ولا من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجة انا حاسس ان المرة دي في امل كده يا رب او عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقة بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص هي متجوزة واحد ميت ولا ايه لا خالص العيب مش فيك امال فيه ولا العيب فيك امال العيب فيك الحقيقة انت سليم وهي سليمة بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف وانت اذا اتجوزت واحدة تانية تخلف انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش لان ايه ما نخلفش امال عن بيض ده رأي الطب نو هو مفيش امل الله انك اذا كان الرجل ده اساسا مخلف دبدوب احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني بلا عياد بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرسي لهم دول وانت هتكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لبني نفسي في عيل عايزة عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيلة نوجة يا بنت عبيطة احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة لأن فضلنا 10 ونبقى تقبيضة مع بعض. نحمد ربنا إنه ده في ناس بتقعد بال 30 و40 سنة والله ما بيخلفوا ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش أنا مش عارف ليه. إيه؟ بس بقى واقف بقى. انت هتتنكي من اولها ما تشربي بقى على طول انت مش شايفه البسي طيب البسي هات ده حمص الشام
ها كنا جت ايه فينك يا عم الفس بروسلي الف 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 مبروك يا ريس ايه كرنيل المحامي عملها الواد زبق ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم لا 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 اللي ترفع ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين إيه؟ كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صوره رئيس عصابه اه يا حيوان انت بتتريق لا مهابه ايه حاجه مهابه ايه حاجه ايه حاجه انت شايف ايه ده هو ده اه ده انا هو ده ده هو ده ايوه يا حاجه ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي الجلسه باقي عليها ربع ساعه اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز بتقول ايه التفاصيل والتيتلز هو هيتكلم جوه لا انسى انسى يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله عليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع مني عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية أيوة. ولدي حيروح في داهية أيوة تفاصيل انا يا حاج ولدي لنوف في الدور ولا في الطحين تفاصيل انا يا حاج ولدي لنوف في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقولو اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده ايه احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على انه قتل أنا ما اتفقناش على كده يا حاج أنت كنت بتعملني في مفاجأة هنا أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش هينقدم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده أبوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتل إزاي يا رب سكينة شال ضرب في السكينة في حنكة أيوة حاضر أهو شرن بقه غنيه شرن بقه دي جون الحمد لله حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلا حنجل قتل حنجل قتل حنجل كيف ايه يا استاذ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسعة يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة دالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو ابنك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعملت فيه فيا ليه سيد الرئيس ان طعنة موكلي حنجل كانت طعنة رقيقة كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا لا مش قصدي سعادتك
انا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لان المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فاوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تجيل. ايه؟ تجيل. تأجيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9.